إذا كانت هذه تقية فحينئذ نقول هل هذه تقية عند الإكراه؟ ليست عند الإكراه. هل كان أبو حنيفة شاهرا سيفه يهدده إما أن توافقني على تعبيري للرؤية أو أني أقتلك؟ ما فعل ذلك. إذن التقية في الحقيقة تدخل الرغبة في الحديث لا يعني. تقاطع نعم تفترض الحديث ليس من الالتزام ليس من الالتزام بأدب الحوار الصحابي أرجوكم يلا. إما أن يكون الحوار علمي منهجي هادف مؤيد بالدليل يلا. وإما لا يناسب يلا 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 إلا أن تكون المراد في حاجة نقطة ضرورية توسيع باب التقية إلى ما يزيد على الإكراه كالتعذيب ونحوه إنما هو إفساد لمن طلق عليه الشخصية الإسلامية من الصدق والشجاعة والصراحة والوضوح. يعني إذا واحد وسع باب التقية فعلا سوف يؤدي ذلك به إلى أن يتخلق بأخلاق الثعالب فيكون ثعلب وبالتالي ممكن يكون طابور خامس إذا كان يستعمل الطريق التقية على هذا النحو. نعم التقية عند الإكراه نقول نعم هذا جائز ونحن أيضا نقول عند الضرورة أي إن شاء الله أكثر من ذلك إن شاء الله تقارن ذلك بما ذكره علماءك تقية مداراتية تقية كتمانية كما ذكر أخي البارحة. أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. أين ذلك من الآية التي تدندنون حولها من الآية التي تدندنون حولها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب بلغوا أنت أيضا والله يعصمك من الناس البشر يعني من أذاهم نعم هذا ضمان هل كان الله. علي معصوما عندما بايع أبا بكر وعمر وعثمان أم لم يكن معصوما؟ أكره هل كان عليك أن تثبت ذلك الدليل؟ غدا إن شاء الله. طيب تضمن كلامه عدة مغالطات وأخطاء منها أنه قال الخلفاء 12 وبالرغم من تصحيح ذلك عليه وتبينه له بالدليل رجع يعيد. أنا اللي لاحظته كثير من الشيعة إذا حفظ شيء ونشأ عليه لا يمكن أن يتركه أبدا. خلف الخلفاء حنجي النحرة استحضر معي الأخ محمد الفاتح من فترة طويلة لا يزال هذا الدين قائما منصورا ما وليه 12 من الأئمة كذلك. هذا النهج محمد الفاتح في الخلفاء تفضل تفضل أنا شايف الخطوم ده غالي جدا وما عايزين نخرج ومن الوقت ما قاعد. تفضل يا محمد الفاتح اللي قلت عليه سنين وين صوته 133 ما تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم بداية الواحد الأحد الفرد الصمد يا اخوان اسمع على السماء بلا عمل يا اخوان اسمع اخر مكالمة الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. ايوه اولا جزاك الله هنا الشيخ البلوشي خير الجزاء ونحن ندعو له في العشر الاواخر من رمضان ان يتقبل دفاعه عن صحابه رسول الله وعن خلفاء رسول الله وخاصه الصديق ابي بكر والخطاب عمر. ونقول للاخوه الرافضه لدينا سؤالين. الاول منه ما رايكم في سيدنا عمر وخلافته وما رأيكم في أبو بكر الصديق؟ ولا أريد أن أسترسل في هذا الحديث لأن المداخلة صغيرة وإن كنتم ما تدعمونه صحيح فلماذا بايع الكرام كرم الله وجهه أبو بكر الصديق؟ وإني أثق بأن عليا كرم الله وجهه لو سمع أو حضر هؤلاء الرافضة لغاتلهم بسيفه لأنهم خارجون على الإسلام بسيفهم أكرم خلق الله. صدق. ولذلك نطالب البلوشي بدعوة هؤلاء بهداوة لكن يعني بصورة هادئة لتصحيح مفاهيم الذين يدعون للفتنة وهذه فتنة واضحة. أما الأمر الآخر فهو التغيير وهو الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة الأخير يا فادح فهو الموضوع الأخير. فما هو الفرق بين النفاق والتغيير ومقدمة البرامج الدكتور الهاشمي فعل كذا مرة في حلقة الأمس واليوم ولم توجد هناك إجابة واضحة تبين لنا ما هو الفرق بين ما هو المعيار للتغيير وهل إذا وضع لي مثلا السيف في العنق إلى أتعاطى الخمر هل أتعاطاه تغيية؟ وإذا كان التغيير بهذا الفهم يمكن أن تنطبق على كل حالة فتفتح بذلك باب ذرائع الإسلام بريء منها.
طيب ولدي طلب من الإخوة ضرورة التصحيح العقيدة، خاصة فيما يتعلم بيوم عاشوراء الذي تدق فيه الجيوب وتضطم فيه الخدود ويدعى فيه بدعاوى الجاهلية. إن الإسلام دين لا يقبل النحيب والعويل والحزن. الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة للتوحد والضرب على خلاص فادح الوقت، فادح الوقت انتهى وانتهى نقاشك. حتى لا ينبني هؤلاء الشيعة لمناقشة وإثارة الخلافات وإدخال البدع. بس اوكي الفادح في الخرطوم، راعينا التليفون بتاع الخرطوم لأنه قليل من هناك من السودان. شكرا لاتصالك الأخ عمر علي الديسي من الإمارات العربية المتحدة، اتصل انت بينا. قال عنده مذهب يوحد السنة والشيعة بطريقة منتهية تماما، قل لنا عليه واتصل بينا عشان نفهم. من عندك أعزائي المشاهدين نعود غدا إلى جوهر الخلاف الإمامة بطلب من أبو الزهراء النجدي والدكتور السماوي، ونطرح الموضوع ده ومؤامرتك اللي تحكي عنها. انتهى الوقت الآن للأسف الشديد، نقطة نقصها بقى خارج أعزائي المشاهدين، هذا بحكم الأكل الخير في نهاية الجولة الحديثة المحاضرة، حتى الملتقى غدا بحول الله تعالى في السابعة بتوقيت جميل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.